السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسعادة، وياكم مهندس عبد الرحمن العوضي. حبيت أرحب فيكم في جلسة شركاء اليوم الخميس، واليوم إن شاء الله بتكون عندنا جلسة حلوة بنتكلم فيها عن بعض المواضيع الرياضية. بس قبلها بحب أعرف عن نفسي، وياكم مهندس عبد الرحمن العوضي، مدرب متخصص في رياضة الكروسفيت وفي التغذية الصحية. وإن شاء الله بيكون عندنا يوم جميل، وبجاوب على كل أسئلتكم الرياضية. طبعا نحن حين في مرحلة التدريس عن بعد، فأنا حاب أن الموضوع يكون ودي بيني وبينكم، عشان أن أقدر أفيدكم ونستفيد كلنا ونستانس في هال، والكل يطلع. طبعا عندي إعلان أحب أعلن أن باكر وزارة التربية والتعليم منظمة فعالية جميلة لكل الأسرة والطلاب. بيكون عندنا إن شاء الله على يومين متتاليين، يوم الجمعة ويوم السبت اللي هو اليوم الرياضي. بيكون يوم رياضي جميل، الكل أولياء الأمور، في عندنا فعاليات كثيرة، فعاليات الكل بيستمتع فيها، وإن شاء الله نكون مستانسين للجميع. طبعا أنا بكون ياكم موجود على اللايف لأي استفسارات، أي أسئلة رياضية حابين تسألون فيها، وبتكلم عن موضوع الرياضة. طبعا بندخل على موضوع أول شيء الصحة والتغذية، خصوصا نحن حين مطبقين الدراسة والدوام عن بعد. فضروري من الطلاب أو من أولياء الأمور أن يحثون عيالهم على أهمية التغذية وأهمية الرياضة في هاي الفترة خصوصا، لأن قبل ممكن نقدر نروح نتحرك ونستانس، لكن الحين الوضع شوية يتطلب منا الحذر أن نكون في البيت. فمع جلستنا في البيت لازم نمارس الرياضة. طبعا بتكلم عن التغذية، كيف نقدر نغذي نفسنا ونحن في البيت، زين، وعقب بندخل على موضوع الرياضة. طبعا أول شيء التغذية، أهم شيء تحرصون على الوجبات الثلاث الأساسية في اليوم، اللي هي وجبة الريوق ووجبة الغداء ووجبة العشاء. طبعا حاولوا تقللون كثر ما تقدرون. الحين نحن طبعا في حجر منزلي، وبيكون عندنا يعني بتكون النفسية، مش النفسية هي نفس ما أنت تكون مستانس وعايش يومك وها. فإذا النفسية تعبانة، شو اللي الشوكولات هو اللي يعدل النفسية. فرجاء أن خففوا من هاي الأمور عشان أن نقدر نحافظ على صحة على الصحة دائما. هذه أول شيء. طبعاً حاولوا كثر ما تقدرون أن تأخذون الفيتامينات وتتغذون عدل عشان تقدرون تحافظون على صحتكم كثر طول المدة، وإن شاء الله أن كلنا نطلع من هالمدة بسلامة. طبعاً بسوي لكم مثل جدول غذائي سريع عشان نعرف كيف أن نسوي. أول بنبدأ في وجبة الريوق. وجبة الريوق بتكون متكونة من اللي هو الشوفان، ممكن نحط الشوفان مع الحليب والعسل، هاي وجبة. أو أن نستعمل بياض البيض، نسوي بياض البيض أومليت، أو أن ممكن نمكس الوجبتين مع بعض، الشوفان مع الشوفان لحالة طبعا مع بياض البيض، هاي تكون، أو البيض المفور. طبعا افضل ان بين كل وجبه ووجبه يكون في سناك، مثلا فواكه، عصاير، عشان بعد تكسر حاجز الملل. وجبه الغذاء طبعا لازم تتكون من سلطه زائد نوع من انواع البروتين، اللي هو بيكون السمك او بيكون اللحم او الدجاج، ونوع من انواع الكارب اللي هو مثلا الرز، عندك الباستا. ونفس الشيء بين وجبة الغداء وبين وجبة العشاء، يكون عندنا سناك
عندكم تقدرون تاكلون روب، تقدرون تاخذوا لكم مثلا فواكه، سلطه فواكه او اي سلطه او اي شيء موجود يكون خفيف. نيع وجبه العشاء يفضل نقلل شوي كميه الكارب اللي هي كميه الرز، ويكون البروتين والسلطه ثابتين. طبعا هذا جدول سريع، يعني انه ممكن يعطيكم فكره ان كيف تقدر تنظم اكلك ووقتك. بني على الرياضه. طبعا اتمنى ان اشوف تفاعلكم وياي، انا بشوف اسئلتكم كاولياء امور او كطلبه بخصوص الرياضه، عشان ان نقدر نفتح حوار ونقدر ان ناخذ ونعطي مع بعض، لان جزاهم الله خير وزاره التربيه قاعدة تبذل مجهود خرافي عشان ننظم هاي الفعاليات، وإن نقدر إن نساعد كمية كبيرة من المجتمع وهم في بيوتهم، وإن نوصل لهم الرسالة بشكل صح. فأتمنى من الجميع إن يكون متعاون معانا، وإن نقدر نستفيد من هالوقت ونقدر نستفيد ونستانس. طبعا ني على التمارين، أحيانا ما عندنا معدات، ما عندنا جيم، ما عندنا اي شيء في البيت، شو نسوي؟ ونبغى نكون صحيين. طبعا في تمارين كثيره اللي هي نقدر نستعملها باستخدام وزن الجسم، ويقدر الصغير والكبير يستعملها. فني انواع التمارين. انواع التمارين بتكون مثلا باستخدام وزن الجسم. طبعا التمرين يوم يكون تستعمل وزن الجسم فلازم يكون تكراره عالي، يعني لازم تكثر التكرار عشان الجسم يستفيد، لانه ما عندك انت مقاومه غير وزن جسمك. طبعا اذا كان وزن جسمك كبير بيفرق، يعني اذا وزنك يعني وزنك كثير او وزنك قليل، بس العموميه هي لازم تكثر التكرار. طبعا في موديلز، في يعني انماط كثيره نقدر نستعملها في التمرين. مثلا نسوي تمرين، نقدر نتمرن 20 ثانيه تمرين، 10 ثواني راحه. هاي ان شاء الله باكر بكون انا وياكم في اليوم الرياضي، وبنسوي تمرين على الهواء مباشره. اتمنى اشوفكم جميعا ان شاء الله باكر ورا باكر. استغلوا هالفرصه، وهي بتكون مثل شيء نشاط عائلي، يكون العائلة كلكم تقدرون تشوفونا إن شاء الله بإذن الله. فنقدر نسوي السكوات، البوش أبز، ماونتن كلايمر، في تمارين كثيرة موجودة بتحصلونها على حسابي في الانستغرام body.fit، أو أن تقدرون تشاركونا في اليوم الرياضي بيعطيكم، لأن ما شاء الله يعني وزارة التربية والتعليم ما أخذ مزيج من الرياضيين المحترفين، وجميع أنواع الرياضات بتكون متوفرة، رياضة الكروسفيت، كرة القدم، رياضة الجري، وبتكون عندنا بعد الجوجيتسو، فأشياء جميلة. طبعا آخر البث بفتح مجال أن أنتم تقدرون تسألوني. طبعا أنا أتابعكم على اللايف، اي حد عنده استفسار او اي حد عنده اي سؤال او اي مشكله يواجهها بخصوص الرياضه، انا موجود اني انا اجاوب عنكم. نيع على الدراسه عن بعد. طبعا احب اشكر جميع من عمل على هذا الموضوع اللي هو الدراسه عن بعد، واشكر تعاون الاهالي على هذا انا اسميه بصراحه، يعني اسميه شيء فريد من نوعه، يعني أن الجميع اللي قام بهذا العمل الجبار وتعاون الأهالي، إن شاء الله بنوصل لمكان أن نقدر نثبت للجميع أن نجحنا في التعليم عن بعد. في موضوع اللي هو بخصوص كيف نقدر ننزل وزننا في خلال هاي الفترة. طبعا
الموضوع شوي صعب، لكنه رمضان جاي على أبواب، فأتمنى أن نحن نستغل فترة رمضان إنزين أن نمارس الرياضة على تقريبا قبل الفطور بنص ساعة. هالشي وايد بيساعدنا أن نحن ننزل وزننا فيه. والفترة هاي أحث الجميع خصوصا الطلاب وأولياء الأمور أن نكون نمارس الرياضة بشكل يعني لمدة يومين، يعني مرتين لثلاث مرات في أسبوعيا، سواء عن طريق الحصص الرياضية اللي هي تتقدم عن بعد أو عن طريق الرياضة بشكل عام. فهذا موضوعنا، أتمنى أن أنا أشوف تفاعل من عندكم. بتكلم عن موضوع اللي هو اليوم الرياضي، اليوم الرياضي اللي بيكون أهداف اليوم الرياضي عن بعد. بيكون عندنا ترسيخ الرياضة المجتمعية لكل فئات المجتمع، وطبعا تتحول وزارة التربية والتعليم في يومها الرياضي عن بعد إلى ملعب كبير يستقبل محبي الرياضة عبر البث المباشر لجميع الجلسات الرياضية. مشاركة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع في الجلسات الرياضية المختلفة دون حواجز أو عوائق الزمان والمكان. طبعا بيدكم أنتوا تخلون هالفعالية تنجح، لأن نحن بنقدم كل اللي علينا كمدربين أو كرياضيين، لكن الفائدة نباها تعملكم أنتوا أساس هاي الفعالية. أتمنى أن الجميع يشارك ويانا. طبعا يعد اليوم الرياضي عن بعد من المبادرات الهادفة لنثر روح المودة والأخاء والسمات الإيجابية عبر الممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية. فهو بيكون إن شاء الله عن جميع في طبعا يدعم اللغتين، بيكون باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. شارك في تقديم جلسات البث المباشر في اليوم الرياضي عن بعد عدد من الرياضيين المحترفين، بالإضافة لفريق اختصاصي من التربية البدنية في وزارة التربية والتعليم. من أهم الرياضيين المحترفين مشاركين هو كيم شانن، وهو مدرب رئيسي في التربية الرياضية البدنية في وزارة التربية والتعليم ومقره في العين، وهو بطل بريطاني في الملاكمة الدولية، وكان بطل في الملاكمة في عام 2015. ويشارك أيضا في الجلسات ماركوس سميث لاعب الركب الدولي وعداء للتراماثلون، ماركوس صاحب صالة رياضية رفيعة المستوى في دبي ومؤثر في وسائل الإعلام الاجتماعية للياقة البدنية، ويقدم أيضا الرياضي طلال العلمي عدد جلسات رياضية، وهو صاحب الرقم القياسي في سباق 200 متر في الإمارات العربية المتحدة، ويتنافس في 100 متر و200 متر في فريق الإمارات الوطني لألعاب القوة. يشارك أيضا أنا عبد الرحمن العوضي، بكون ياكم وبعطيكم كلاس عن الكروسفيت. طبعا بيكون تمرين جميل عبارة عن 4 دقائق تمرين، بيكون 20 اللي هو تباتا ترينينج، بيكون عبارة عن 20 ثانية تمرين وعشر ثواني راحة. أتمنى أنكم أنتوا كلكم تشاركونا في هالفعالية. الحين بفتح مجال للأسئلة، وإذا ما في أسئلة بنكون نهينا يومنا على خير، وأتمنى أن أنا أشوفكم إن شاء الله باكر ورا باكر في اليوم الرياضي المفتوح.